البيانات الشخصية. بالنقر على أيقونة معلم يمكنك الوصول إلى طلابك، محفظتك الإلكترونية، صندوق الرسائل الواردة، صفحة تعديل بياناتك الشخصية، تغيير الصورة الشخصية، الانتقال إلى بوابة عين، وأخيراً تسجيل الخروج من النظام. بالدخول على شاشة بياناتي بإمكانك تعديل بياناتك الشخصية، وهذه البيانات هي سجل التواصل الخاص بك على منصة مدرستي. ملاحظة: احرص على تدوين البيانات الصحيحة لضمان التواصل الفعال بينك وبين منسوبي مدرستك والحصول على مستجدات النظام. من خلال أيقونة الطلاب أو قائمة الطلاب في القائمة الرئيسية، يتمكن المعلم من الدخول على شاشة أسماء الطلاب وإضافة نجوم للطلاب لمكافأتهم على إنجازاتهم والدخول على محافظهم الإلكترونية والاطلاع عليها، وتدوين تزكيات لهم بإدخال نص أو ملاحظة يصف ويقيم وضع الطالب في مقرر المعلم.